أهلا بكم متابعي قناة الجزيرة مباشر. ها نحن ما زلنا معكم من داخل مطار لابورجيه هنا في باريس في فرنسا العاصمة الفرنسية مع معرض الطيران الدولي والجديد من الخطوط الجوية القطرية، حصدت 4 جوائز اليوم على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط. لتفاصيل أكثر سيعرفنا عليها السيد أكبر الباكر رئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية. سو مستر أكبر، قطر ويز وون 4 أوردز. فازت الخطوط الجوية القطرية ب4 جوائز، هل تحدثت لنا حولها؟ أولا في فئة أفضل خطوط جوية في الشرق الأوسط حظينا بالجائزة الأولى، إذا نحن أفضل خطوط جوية في الشرق الأوسط، وأيضا فيما يتعلق بأفضل مقاعد في الدرجة رجال الأعمال، وأيضا أفضل منتج في الدرجة الممتازة، وأخيرا وهي تتويج جهود الخطوط الجوية القطرية وهي أفضل الخطوط في العالم، وهذه ثاني مرة نحصل فيها على جائزة أفضل الخطوط الجوية في العالم، وخلال فقط 8 أعوام. إذن هذا إقرار كبير حول ما تقدمه الخطوط الجوية القطرية من خدمة ومن منتج وطبعا طائرات. طبعا هذا تقييم مسافرين وليس أي أحد آخر. ممتاز جدا. إذن أي من هذه الجوائز هي طبعا الجائزة الأفضل، هذه طبعا الجائزة هنا وهي أفضل خطوط جوية في العالم، وهذا فخر كبير بالنسبة لنا في الخطوط الجوية القطرية، وهذا يثبت للعالم بأننا تابعنا النمو والتميز، وخاصة مع ثالث عام من الحصار، وهذا إثبات للجيران بأنهم لا يستطيعوا أن يثبتوا عزمنا ولا يستطيعوا أن يخمدوا شعلة النجاح في بلادي وفي للشعب القطري. هل تحدثنا عن مشاريع الخطوط الجوية القطرية المستقبلية؟ طبعا المستقبل دائما أن نتابع الفوز بهذه الجائزة وأن نتابع تحسين الخدمات التي نقدمها لمسافرينا. أكبر الباكر على التصريح بخصوص هذه الجوائز. إذن مشاهدينا، كما تابعتم هذه الجوائز الأربع التي حصدتها الخطوط الجوية القطرية اليوم، على رأسها جائزة أفضل خطوط طيران في العالم، وهي الجائزة الرئيسية التي تحصدها الخطوط الجوية القطرية للمرة الخامسة على التوالي. كنت معكم عمر فياض من العاصمة الفرنسية باريس، دمتم في أمان الله.